قال الله أكبر، يقول إذا قال الله أكبر فاترك أعمالك وأشغالك وتوجه، لأنه لم يختر في الأذان لفظ، في أول الأذان لفظ إلا الله أكبر، لم يختر الحمد لله ولا سبحان الله ولا لا إله إلا الله ولا استغفر الله. قال أهل العلم إنما اختار الله أكبر في أول أذان ليذكرك، إن كان عندك شيء شغلك عن الصلاة فالله أكبر، عندك عمل الله أكبر، عندك اجتماع الله أكبر من الاجتماع، عندك تجارة الله أكبر، عندك مؤسسة شركة حتى الدولة حتى الدنيا الله أكبر من كل كبير سبحانه. فإذا سمعت الله أكبر أرجوكم أوقف المقالة، أوقف الاجتماع، أوقف الشركة، أوقف المؤسسة. هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن نعود إليه عودة صادقة.